غفران حبك الاسبوع ما تسوي لك شيء ترى، ولا شيء يحبك الاسبوع كلش، سواء قاعد تاخذه حق كورس هرمون، قاعد تاخذه فتره تنظيم، اللي هو حبه بروفيرون وحده ترى ما تسوي لك ولا شيء كلش. شلون يعني عندك مشكله في حمل الاوزان؟ ما فهمت قصدك، ان الاوزان اللي تشيلها خفيفه يعني ما تقدر تزيد اوزانك؟ شوف هذا الموضوع ياخذ شويه وقت، يتطلب وقت من اللاعب، خاصه اذا كان جديد مثلا، او اذا كان من الناس اللي يعني تلعب حجم التمرين عندها كبير جدا، صعب انك انت تصعد بالوزن، لان يعني كل ما زاد حجم التمرين، وكل ما زادت التكرارات، وكل ما زادت عدد التمارين، كل ما كان اصعب عليك انك انت تشيل وزن زياده. هذه شغله. الشغله الثانيه، لا تفكر انك انت تكسر الوزن بس، لا يصير هذا تفكيرك الكلي. انت قاعد تلعب حديد، تبي يعني تبي شيب، تبي شكل حق الجسم، فاللي تقدر عليه يعني على قدرتك، اللي تقدر عليه بس بهالمجال بهال بهال كاباسيتي مالك، عرفت؟ ما في قرار فتح النوادي ان شاء الله من باب الملك. والله ما ادري يا اخوي، ما عندي فكره. قالوا انه بيفتحون اخر 7 وما صار، والحين ردوا قالوا اخر 8، يقولون على المرحله الخامسه، ما ادري للحين. يعني اللي عنده خبر يكتب يا جماعه. بس معروف انه في انديه خشاشه، يعني في اي احسن، البربونيت ولا السستانون للمبتدئ؟ شوف الفرق بين الاثنين، السستانون، بس الفرق بينهم ان السستانون عباره عن مجموعه من الاسترات، مجموعه من انواع التستوستيرون اللي فيها مثلا نوع سريع ونوع ابطا ونوع اسرع ونوع، يعني اكثر من نوع سريع وبطيء مع بعض. اما البربونيت يعتبر من التستوستيرون او من الاسترات السريعه. هالفترة منزل كارب ام سي تي، شنو دوره؟ الام سي تي اويل عبارة عن دهون صحية، طبعا يدخل تحت فوائد الدهون الصحية، فوائد الدهون الصحية وايد، فتاخذه وتحسبه من دهونك الصحية، من دهون من سعراتك، يعني دهونك الصحية. يا جماعة ما علي اذا قاعد اطوف اسئلة او شيء، ترى وايد، لان قاعد يطلع لي الشباب اللي قاعد يشون يطلعون يشون يطلعون. ف وجودك العوضي حبيبي حبيبي. ثمانية ملي من الزيت مثل البولدينون بجرعة 400 ملي جرام؟ طبعا ثمانية. تدري شنو يعني ثمانية ملي؟ هذه أي إبرة اللي تأخذ ثمانية ملي؟ وايد ثمانية ملي يا أخوي. ثمانية ملي 400 ملي جرام، معناته إن الملي الواحد فيه 50 ملي جرام. زين ليش؟ شو اللي حادك؟ في منتج اساسا في 250 ملي جرام بالملي لتر الواحد، استعمل هذا احسن لك. تفضل تمرين العضله الكبيره الوحده ودمجها مع العضله الصغيره على حسب انت شنو الجدول اللي ماشي عليه. الطريقتين مو غلط، شوف الطريقه الاريح لك، بس لازم تراعي شغله. اذا راح تمرن عضلتين او اذا راح تمرن عضله واحده، لازم تراعي الفرق بين شده التمرين وحجم التمرين. انا اذا راح العب تمرين، اذا راح العب عضله واحده، راح اراعي طبعا، راح يكون الضغط الضغط بالتمرين كله على هالعضله هذه واحده الوحده بس، يعني الساعه ولا 45 دقيقه اللي راح تمرنها راح تصير كلها على على هالعضله بس بروحها. لكن اذا بتمرن تمرينين، لازم اراعي اني انا اوزع حجم التمرين هذا او شده التمرين هذا على هالعضلتين. فهذا بس الفرق يعني، لكن مو غلط، الاثنين مو غلط، ولكن انا افضل يوم العضله الضعيفه يكون التركيز عليها هي بروحها، العضله الضعيفه. فائده تمرين الهايبرتروفي، الهايبرتروفي بشكل عام، شوف هاي سالفة التمرين الهايبرتروفي مهم لشغلة، عشان يصير فيه بناء عضلي، لازم يصير فيه هدم أثناء التمرين على أساس يصير فيه ريكفري، مع طبعا كمية الأكل اللي
تاخذينها او تدخلينها الجسم بحيث انك انت تسوين ريكفري، يصير في مسل بروتين سينثيسيس. فتمرين الهايبرتروفي هو ترى ما يختلف وايد عن التمارين العاديه، هو نفس الفكره، ولكن هم يراعون فيه حجم التمرين وشده التمرين. شنو يعني حجم التمرين؟ اي الحجم الكلي، حجم التمرين كامل، كم تمرين، كم جوله، كم يكون الحجم كبير، او الانتنسيتي شدته اللي هو يكون شدته كبيره بس بوقت قصير. فهي نفس الشيء، نفس فكره البروجريسيف اوفرلود. شنو يعني؟ يعني انا اليوم مثلا هالاسبوع راح اتمرن حجم عالي للتمرين، راح العب سوبر سيتس، راح العب مثلا دروب سيتس، راح العب سيركت تريننج، تمارين وايد، تمارين كبيره. الاسبوع اللي وراه راح العب شده عاليه بس الحجم قليل، راح اراعي الفرق. اذا كنت انا قاعد العب مثلا 5 تمارين 20 تكرار مثلا، كل 20 تكرار 20 رب، راح الاسبوع اللي وراه راح العب مثلا عدد تمارين اقل مثلا، بس راح مثلا ازيد الجولات واقلل التكرارات بحيث انه يصير في توازن بين الاثنين. قصدي كيف ممكن اعطي كورس كاي مدرب، ولو ممكن مثلا بعدين تخلينا كيف اعطيت اول كورس هرمون للاعب؟ لا، هذه انا ما اقدر اقول لك شلون تعطي كورس هرمون حق لاعب اذا انت مو فاهم البيسكس. في شغلات اساسيه انت تفهمها بالجسم، الغدد اللي بالجسم شلون تشتغل، الهرمونات اللي يفرزها الجسم عباره عن شنو، وتفهم طبيعه الجسم نفسه شلون شغال. وبعدين أتي لما أنت بتشوف الهرمونات اللي عندك، لأن موسوعة هرمونات وايد، كل هرمون له عمل معين وكل هرمون له وقت معين بالجسم وكل هرمون. فما يصير أنا أي أقول لك سوي كذي 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 يلا الحين تقدر تعطي، لا، هذه لازم تكون أنت قاري، لازم يكون عندك أساس على الأقل، أنت فاهم شلون الجسم يتعامل مع هالسؤال، شنو السايد إفكتس من الهرمون الفلاني والهرمون الفلاني، شلون أعالج السايد إفكت هذا. ومن بعده يكون عندك تجربة أو عندك يعني خبرة بالموضوع هذا تحديدا، الهرمون تحديدا لازم يكون فيه تجربة عشان تقدر أنك أنت تقول. لكن إن أقول لك شلون تعطي ولا شنو تسوي، لا، ما هذه صعبة يعني، شلون أقولها لك؟ شهرين مدة كأول كورس مبتدئ كافي ولا 3 شهور؟ أنا أشوف 3 شهور كافي كمبتدئ، 3 شهور وتريح بعدها يعني. 3 ملي بريمو بيوم واحد عادي ولا تشوفه وايد؟ انا موزع يومين بالاسبوع وبكل غزة 3 ملي عادي. اذا انت قاعد تاخذ على مدار اسبوعك مثلا 6 ملي وموزعها على يومين البريمو او الهرمونات اللي هي اللونج استر عادي، خاصة البريمو. البريمو مو وايد يعني، البريمو انا اسميه هرمون حريم يعني، ما يعتبر قوي يعني، عادي. لو غطيت كيف غطيت ياجم المعادن الفيتامينات وغيرها وتأكد منها؟ شوف أنا أفضل الفيتامينات والمعادن، في شغلات إحنا عارفين إن إحنا كلاعبين حديد نخسرها ونحتاج إن إحنا نعوضها. نفس مثلا عندك مثلا الصوديوم، البوتاسيوم، المغنيسيوم اللي هي معادن الانقباض والانبساط، والكالسيوم معادن الانقباض والانبساط، أنت عارف إن هذه إحنا أنت تستهلكها كلاعب حديد، فهذه شغلات أنت لازم تراعي إنك أنت تعوضها، خاصة اللي هي الأملاح بشكل عام يسمونها صوديوم بوتاسيوم. تقدر في منتج تقدر تاخذه اللي هو اسمه تريس مينرلز، هذا راح يعوض بعض المعادن اللي انت تخسرها اثناء مثلا تمرين، ولا لو انت بالبحر بالحر تان، لو مثلا دوامك بنص البر راح تخسر هالمعادن هذه كلها، تحتاج انك انت تعوضها. الفيتامينات، في فيتامينات اللي هي الفيتامينات المائية، اغلب لاعبين الحديد يحتاجونها، لكن في فيتامينات الاي المذابة في الدهون نفس الاي والكي والاي والدي، هذه يفضل تدخلها بس اذا عندك فيها نقص. شلون تعرف؟ تسوي فحص. كلين باتول اذا اخذته يبين جهاز حراره ولازم هذا الجسم. شوف اذا حراره جسمك، انت مو بس الكلين باتول، انت بشكل عام اساسا بالجو هنا بالديره، انت لو قاعد تفطر بالشارع ودخلت عشان تاخذ حراره جسمك، لاحظ هم ممكن تبين عندهم الحراره بالجهاز 38 يعني حرارتك عالية، بس راح يطوفك لأن الجو حر أساسا، فلا تعود راسك بهالموضوع وايد يعني. 3 مواد كافي لو تفضل أزيد مادتين إبر وواحدة حبوب؟ والله أنا أشوف هذه ما أقدر أحدد ذلك، بس أنا ما أزيد عن مادتين 3 بالكثير، فلا ما أقدر أحدد ذلك هذه شوي، بس لا تكثر يعني، ما قل ودل، هذا اللي أقدر أقوله لك يعني. حسبة الكربوهيدرات تختلف من واحد لواحد بشغلة، في واحد مجهوده عالي
في واحد حرقه عالي، في واحد ممكن يكون حساسيه انسولين احسن من الثاني. ما اقدر هم اعطيك نسبه او اقول لك تاخذ هالكثر، لان وبفتره التجهيز او فتره تجهيزك كبطوله وفتره الضخامه غير فتره التنشيف غير فتره الفينش غير فتره اللود، فماكو حسبه ثابته. يعني حتى انا عشان اعطي اللاعب انا اعطيه بالبدايه بيس يمشي عليه اساس، اذا ما عنده مشاكل اعطيه اساس يمشي عليه ويمشي عليه، وبلش اغير له مع تغيير جسمه، اخذ نوتس، الاحظ الجسم اول اسبوع اول اسبوعين شلون قاعد يتعامل مع الكميه، اذا كانت كميه عاليه اذا كانت كميه قليله. فافضل طريقه انك انت يعني تعرف او تصيد انك انت يو تيك نوتس، تاخذ تشوف تمشي على كميه متوسطه مبدئيا وتشوف وضعك، شفت ان انت قاعد تتغير وقاعد امورك طيبه ومن ناحيه طاقتك اوكي، مجهودك البدني اوكي، تمرينك اوكي، خلاص شفت ان لا والله دايخ طول الوقت وتعبان وحالتك حاله وشي، لا تحتاج زياده مثلا. يعني في عوامل وايد عن الطريقه الاولد فاشن دايت مودرن فاشن دايت موجود يا اخوي بالاي جي تي في عندي، انا متكلم عن تقريبا اغلب انواع الدايتس الموجوده حاليا. ارجع له شو الحلم مع ترهلات اللي مو من التكميم؟ شوف اذا ترهلك بسيط يروح مع التمرين ومع بناء الكتلة العضلية، إذا ترهلك وايد راح يتطلب تدخل جراحي. موزعهم على يومين بالأسبوع الواحد بس خلاص أمورك طيبة، تقدر توزعهم على يومين تقدر توزعهم على ثلاثة أيام يعني. العفو، الكرياتين ضروري اللي يلعب مقاومة؟ إيه أنا أشوف الكرياتين ضروري اللي يلعب مقاومة سواء ريال أو مرة. الكرياتين يبي له وقت بالجسم عشان الجسم يستفيد منه. الكرياتين ما منه خوف، الكرياتين ما يحبس ماي تحت الجلد. الكرياتين مهم جدا في عملية إنتاج الطاقة، فالكرياتين أنا أشوفه أهم مكمل غذائي للاعب الحديد. Okay, when done with cutting phase, I want to increase calories. How can make sure not to gain fat? بهالطريقة you increase calories بالتدريج، don't increase the calories مالتك مرة واحدة، بالتدريج keep in your cardio. لا تقطعها حبيبي يا أخوي، شهادة من اليوم ويحس بانتفاخ. شوف شنو الشيء اللي قاعد تاكله بأول وجبة وممكن يكون قاعد يسوي لك انتفاخ. في ناس تحسس من اللاكتوز، في ناس تحسس من الجلوتين، في أحيانا ممكن تكون وجبة وايد كبيرة فصعب إنها تنهضم بسهولة، تحتاج وقت. أحيانا في ناس يشربون ماي أثناء الوجبة مع الأكل فشوي يصير في ثقل في عملية الهضم. شلون تحدد كمية الملح اللي يحتاجها اللاعب؟ كمية الملح على حسب الصوديوم اللي فيها. أنت تحتاج مثلا، أنت مثلا ماشي على كمية كربوهيدرات عالية ما راح تحتاج إنك تأخذ كمية صوديوم وايد عالية، راح تحتاج كمية صوديوم معتدلة. في كمية معينة يمشي عليها الإنسان الطبيعي وفي كمية يمشي عليها لاعب الحديد. من تنزل بالكربوهيدرات مالتك ترفع كمية مثلا الصوديوم اللي تحتاجها، بالتالي انت اساسا قاعد ترفع كمية الملح. الجرام الملح الواحد فيه تقريبا على حسب نوع الملح اللي قاعد تستعمله، لانه في وايد انواع، من 30 الى 40% من الجرام الواحد من الملح عبارة عن صوديوم. فعلى هالاساس انت تعرف كمية الملح اللي تحطها ايش كثر، خاصة اخر فترة بالتجهيز. إذا كان لاعب قاعد يجهز، أنا قاعد أتكلم مو الشخص العادي الطبيعي، الإنسان العادي الطبيعي يعني 2300 إلى بالكثير 3000 ملي جرام صوديوم باليوم، يعني كافية جدا. صوديوم مو ملح، انتبه. إذن تصل للعضلة ما تروح على الجلد، ما في، هي الثلاثة ملي اللي هي تكون اذا ما خاب ظني 24 او 25 جيج، ما اذكر رقمها، لونها بنفسجي، هذه تكون اوكي. بس في عضلات ثانيه تكون ديب شويه، نفس مثلا الفخذ، ممكن تحتاج نيدل شوي اكبر، بس الجيج بالضبط كم ما اذكر، ما ابي اتفلسف عليك صراحه. PEDs for a year with a blast and cruise approaching goals one year of season. Honestly I'd rather not. If you want to cruise, blast and cruise and blast them back and forth, I wouldn't do that. I would take some time off. لو وصلت لمرحلة يكون الاستيقاظ
صعب، هل ممكن هذا الشيء يكون دليل على الاوفر تريننج؟ ممكن يكون دليل على مو بس الاوفر تريننج، ممكن يكون دليل على الارهاق، وممكن يكون نكس على فكره، ممكن يكون نكس حديد، ممكن يكون انيميا، ممكن يكون خمول في الغده الدرقيه. لو مكان كيف فحص احسن؟ اذا 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 انا غالبا ما اتوقع انه اوفر تريننج، يعني الناس مو الكل يقدر يصح الاوفر تريننج ولا قصورا بحد يعني، بس لو مكانك افحص عشان اطمن. البينت بتر لو كنت انشف اخذ صغيره تاثر على التنشيف، اذا من حسبتك ما تاثر، بس انا ما احب البينت بتر اساسا، حتى ما استعملها مع الكل الا في فتره الضخامه. والسبب هني انه اولا فيها اضافات وايد، شغله ثانيه اللاعب لما تقول له 15 جرام ما يوقف عنده 15. الاغلبيه اغلب شباب شغلت اياهم اذا حطيت له بينت بتر ما يوقف عند الكميه اللي انا حاط له اياها، دائما في زياده. متى تجيبون الفي ستاك حق الكبد؟ كله يقولون اوت اوف ستوك. الفي ستاك حق الكبد، السي في ستاك حق الكبد موجود. بدر عنده كميه، امس والله كلم، خلنا اتاكد لك بس غالبا راح نجيب منه بعد ان شاء الله سي في ستاك. شنو مواد التنظيف كابتن مالك؟ شوف تختلف مواد التنظيف من كورس لكورس، بس اللي الشغلات الستاندرد اللي الكل يعرفها واللي اقدر اقول لك عنها، عندك البريجنيل او الات سي جي، عندك الكلوميد، وعندك النولفادكس، هذه واحيانا الاتش ام جي، هذه الشغلات اللي الكل يتكلم عنها والكل يعرفها يعني. بس احيانا يكون في شغلات مختلفه، احيانا الكورس يكون مختلف، احيانا رده فعل الجسم تكون مختلفه من واحد لواحد، نضطر نسوي شغلات شوي غير، ما في بروتوكول ثابت. واتوقع معظم المدربين اللي يعني فاهمين بهالموضوع راح يقولون نفس الكلام. هلا بدران، هلا حبيبي. اي شركه تنصح كرياتين؟ اي شركه مكتوب عليها كريا بيور، اي شركه مكتوب عليها كريا بيور. غالبا انا انصح بالكرياتين مونوهايدريت، وانصح بالمايكرونايزد، المونوهايدريت المايكرونايزد، اذا يسبب لك مشاكل تفخذ بالمعده ولا تحس انك انت يوم تاخذه شوي تنغث، ممكن تاخذ الاتش سي ال، كرياتين اتش سي ال. ايش رايك بار بي 12 اثناء الكورس؟ اذا ما عندك نكس ما انصح فيها، بس اذا كنت باللور رينج ممكن تاخذها، اذا كنت لو ممكن هم تاخذها. انا في شغلات ما ادخلها الا اذا فيها نكس، نفس البي 12. الفيتامين دال مثلا، معظم الشباب اللي ياخذون كورسات هرمون ادخلهم الفيتامين دال، لان انا عارف انه بدون كورس اساسا الاغلبيه عندهم نقص فيتامين دال. لو بحسب عدد الشباب من كل 10 شباب دربتهم عندهم نقص فيتامين دال، راح اقول لك 80%، 8 من كل 10 اللي مروا علي عندهم نقص فيتامين دال، ونقص حاد يوصل لتحت ال 20. فالاغلبيه انا اعطيهم فيتامين دال مثلا، بس مو الاغلبيه اعطيهم بي 12، لان معظم المكملات الغذائيه خاصه المنتجات الطاقه والبري ورك اوت فيها بي 6 وبي 5 وبي 12. كم تاثر تخبطت الهرمونات على وايد تاثر بشكل ما تتصوره. شنو اهم التحاليل اللي لاعب يسويها؟ شوف تحاليل الار اف تي، ال اف تي، سي بي سي بشكل عام، في البلد بروفايل بشكل عام، فيتامين د، بي 12، عندك بعد يا طويل العمر تحاليل الهرمونات نفس التستوستيرون، توتال التستوستيرون الحر اللي هو الفري، اللي هو يكون 2 الى 3% من التستوستيرون جسمك بشكل عام كرينج طبيعي، البرولاكتين اللي هو هرمون الحليب، استراديول، استروجين، اف اس اتش وال اتش، تي اس اتش اللي هو ثايرويد ستيميليتنج هرمون، تي 3 وتي 4 اضافه. اذا تي اس اتش عندك اوكي خلاص ما يحتاج انك تسويها. لو كورسي تحت شنو تست 500 سريع بالاسبوع، شلون استخدمه؟ لا يا اخوي ارجع حق مدربك. انا يعني يا جماعه لو سمحتوا سالفه الجرعات وطريقه استخدام لحد يسالني، لان ما ابي اجيب فيك العيد، ما ابي اقول لك شيء عشوائي. اذا عندك مدرب يفضل ترجع له احسن. ما يعني استخدام اول كورس له والطريقه الصحيحه وارد، بس شوف انت بكل الحالات جسمك يوقف انتاج، تمام؟ ممكن يكون في اشارات بسيطه الاتش واف اس اتش، بس تعتبر ستيل لو، ممكن تكون 1 الى 2
او على حسب الجهاز اللي انت قاعد تفحص عليه. فبشكل عام انت من الدخل الخارجي الجسم يوقف انتاج، تمام. العوده ريفرسبل، الموضوع اي ريفرسبل، ممكن يرجع بس من شخص لشخص يختلف. في شخص، انا اقول الشخص اللي قاعد ينظم مو الشخص اللي تابع عمره، اللي قاعد ينظم اذا هو من الاساس ما عنده مشكله، من الاساس من قبل لا يستخدم ما عنده مشكله، الاغلبيه من الشباب يرجعون عادي. شلون وش كثر مده التنظيم تعتمد عاد على كورسه، تعتمد على شنو الشغلات، شنو السايد افكتس اللي عاشته، جسمه متحسس حق شنو، الاستروجين، البرولاكتين، شنو وضعه بالضبط. العقم الدائم وارد، والاغلبيه اللي قاعد يصير معاهم كذي اللي هو من الاساس قبل لا يستخدم كانت عنده مشكله. البلش يا حبيبي حمود الهاجر الزلم، التمارين القويه اللي يركز عليها للصدر العالي، السميث انكلاين سميث، سميث او بار، التجميع العالي بالدامبل، الكيبل كروس اوفر، انكلاين كيبل كروس اوفر. في تمرين انا وايد احبه حق الصدر العالي اللي هو يسمونه الباور بريس بالدامبل اللي هو كذي اللي فوق. حاول انك انت تبلش بالتمارين الكومباوند اللي هي اللي يدخل فيها اكثر من مفصل، نفس مثلا البار، والايسوليشن نفس مثلا الكيبل اللي يدخل فيه اكثر من، اللي يدخل فيه مفصل واحد، نفس مثلا الكيبل او الايسوليشن. شنو الفحوصات؟ تفحص قبل لا تاخذ، تروح تفحص التستوستيرون، تستوستيرون توتال تستوستيرون، تفحص التستوستيرون الحر، تفحص يا طويل العمر الاس اتش بي جي عندك، تفحص عندك الحيوانات المنويه حركتها، الكواليتي، العدد، الحركه، شنو بعد، السرعه، تفحص عدد الحيوانات المنويه بال 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 بالقذفه، تفحص شنو بعد، FSH ولا LH عندك، هرمونات الغدة بشكل عام. أهم الكورسات اللي المفروض أخذها في مجال التدريب، تقدر تأخذ الكورس. شوف مبدئيا التدريب تبي أناتومي، تشريح، تغذية، شوية شغلات بالفارماكولوجي تحتاجها، ومكملات غذائية. هذه الشغلات اللي أنا أشوفها كافية. لاعبين ولا بس عادي اذا حبيت اشترك؟ ادرب لاعبين شباب وبنات موجودين عندي بالاكونت. طبعا اللي بالاكونت يا جماعه ممكن لما انا ما انزل كل الصور اللي عندي، يعني انزل بس البعض. اخذ لوسين بودر مع جلوتامين مع الكرياتين في اثناء التمرين، تقدر عادي ما عندك مشكله، بس ما اشوفها يعني ما ممكن. كثير الفحوصات اللي ذكرتها هذه فحوصات الهرمونات يا اخوي. انت خليني اقول لك شغله، انت لما تاخذ هرمون خارجي من بنغة، هذه الهرمونات اللي تطفي عندك، هذه الشغلات اللي توقف عندك، هذه الشغلات اللي تسبب، اللي يكون في منها خلل. يعني التستوستيرون عندك يطفي، توتال تيست يطفي، عندك الاف اس اتش والال اتش هم المسؤولين عن افراز التستوستيرون، تستوستيرون الجسم والحيوانات المنويه، فهذول هرمونين مهمين يطفون. عندك البرولاكتين هرمون الحليب، اذا ارتفع عندك صعب جدا انك انت يكون في، يعني صعب ان انت هرموناتك الداخليه مثلا الاستروجين تكون بالرينج الطبيعي. اذا الاستراديول عندك او الاستروجين، وصعب هم انه يصير في عمليه جماع، الاستروجين عندك اذا مرتفع نفس الشيء. فهذه هرمونات مهمه، هذه فحوصات مهمه اذا انت كنت قاعد تاخذ هرمون، يفضل انك انت تفحصها بعد التنظيم عشان تعرف عندك. هم على فكره البروستاتا بي اس اي، بس هذا الفحص ما حد يسويه هني بالوطن العربي. ها شوي مهم جدا الفحص هذا خاصة بعد 40 سنة. فحصات الشخص العادي، فحصات الشخص العادي هم ممكن يفحص هالهرمونات هذه إذا يبي يتأكد من صحة هرمونات جسمه الطبيعية، تقدر تفحصها ما عندك مشكلة. شنو مفهوم الضخامة الصافية؟ أنا ما أعترف بهالموضوع. أنت عشان تزيد كتلة عضلية لازم تأكل شوي زيادة عن احتياجك، وارد زيادة عن احتياجك انك انت تحبس شوية ماي، وارد انك انت تعبي شوية دهون، وارد ان قصة جسمك او ملامح جسمك شوي تغب شوي تختفي. فالذكي اللي يطلع باقل الاضرار، يعني تضخم كثر ما تقدر، تاخذ كتلة عضلية كثر ما تقدر، بس باقل الاضرار، باقل زيادة في نسبة الدهون، باقل حبسة، ووتر ريتينشن سبكتينيس تحت الجلد،
هذا اللي هذا الصح، هذا اللي انا اشوفه. حاول تضخم فتره ضخامتك معدتك، اذا انت اساسا عندك معده تطلع بفتره الضخامه، ولا الحين في شويه معده او في معده يعني، هذه افضل بالنسبه لي، هذا هذه ضخامه ناجحه. ذكرت يا اخوي شنو الفيتامينات، توني قايل والله، يا انت توك داش يا والله توني قايل. شوف التنويع له ميزه، ليش؟ شنو هي الميزه؟ الميزه اولا 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 هضم السمك اسهل على اسهل من هضم الدياي، اسهل بوايد من هضم اللحم. هذه نقطة. النقطة الثانية، أنواع البروتين هذه اللي أنت ذكرتها أولي بشكل عام، في أنواع معينة تحتوي على أحماض أمينية، أنواع أخرى لا تحتوي عليها، فهمت؟ فهذه ميزتها. في أنواع في مصادر البروتين تحتوي على دهون صحية، في مصادر البروتين صافية بالمرة، مثلا السمك الأبيض. ف شنو الأعراض اللي يحس توقف الإنتاج الطبيعي للتستوستيرون؟ أوكي، خمول، ارهاق، مود سوينجز، نفسيه، تلقى عنده بعد ضعف شهوه جنسيه، ما في قوه بدنيه، ما في شده، ما في، تلقى اكتئاب، ممكن يدخل في حاله اكتئاب، جسمه راح يحبس ماي بشكل يلوع الكبد، وايد يعني وايد. شوف ابراز الفينز بجسمك او العروق بجسمك بشكل عام، شوف هذه 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 هذا هذا العامل تحديدا راجع لعده شغلات، واحد منها الشغلات الجينات. ممكن اثنين قدامك يعني نشافتهم متخرع، بس واحد تلقاه من فوق لتحت عروق والثاني بالغصب، فهذه هذه هذه نقطه مهمه. الشغله الثانيه نشافه اللاعب، لو انت نفسك، انت نفس اللاعب ناشف، راح تشوف عروقك اكثر من لو انت معبي يعني، او 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 متبتب او متين او اللي هو يعني. كيف تتفوق على الصعوبة؟ تكلم عن صعوبتك. شوف بشكل عام بداية رجوع اللاعب للدايت، او بداية الفترة الأولى اللي اللاعب يمسك فيها، غالبا تكون أولا لا يعتبد من كمية الأكل اللي كان قاعد يأكلها. الشغلة الثانية ما في مجهود بدني، فبالتالي شلون أقول لك إياها، أن شهوة اللاعب للأكل تكون قليلة ضعيفة. اللاعب كل ما مجهوده زاد، كل ما حرقه زاد، كل ما احتاج سعرات حرارية أكثر، كل ما قدر يأكل أكثر مع الوقت. حبوب التي فور، شوف حبوب التي فور هو عبارة عن شنو؟ هو عبارة عن هرمون ينفرز من الغدة الدرقية، الهدف منه انك انت ان الجسم يحوله الى الهرمون اللي هو الفعال الاساسي اللي هو تي 3 اللي يدخل في عملية انتاج الطاقة. فعشان شي تلقى اللي عندهم خمول بالغدة الدرقية تلقى دائما طاخ وتعبان وما في شدة وحرقه بطيء وبسرعة يعبي بسرعة يمتن بسرعة يزيد. التي فور في ناس تدخله بفترة الضخامة على أساس أنه يقدر يأكل وايد ويزيد من كمية الحرق عنده ويزيد من عملية تحويل تي فور إلى تي ثري، وبالتالي ما يخزن وايد. ولكن فيهم لا شغلة ثانية خاصة مع البنات، في ناس يأخذون جروث جرعات عالية، وهذا يأثر على الغدة الدرقية عندك أو إنتاج هرمون التي فور، وبالتالي تحويله إلى تي ثري. عشان كذا في ناس تدخله من برا مع جرعات الجروث العالية، خاصة البنات حتى لو جرعة الجروث بسيطة، لأنهم أكثر عرضة من الشباب لمشاكل الغدة الدرقية، فتلقاهم هم يدخلون لهم التي فور. فهذه الأسباب اللي معظم الناس يستخدمونها فترة الضخامة عشانها. الضخامة الطبيعية سهلة إذا في التزام بتم، الضخامة الطبيعية أصعب بوايد من اللي يضخم وهو ياخذ هرمون، أصعب. حتى كمية الأكل ممكن يضطر ياخذ ياكل كمية أكل أحياناً أقل ترى من اللي ياكلها اللي ياخذ هرمون، على أساس إنه ما يزيد دهون وايد، بس يحتاج إنه يزيد أكل يعني. مو أنا قلت لك ليش هم يدخلونه فترة الضخامة، في ناس تدخله فترة الضخامة صح،
ما افضل يعني. انا حتى اذا بستعملها ممكن استعملها مع واحد اساسا عنده خمول في الغده الدرقيه او عنده او الحرق عنده بطيء جدا جدا لدرجه انه وصل لمرحله يحتاج انه يستخدمه فيها، او اساسا الغده عنده مو نشيطه خامله، او حتى عنده مشاكل عنده مقاومه انسولين عاليه. لكن غير كذي يعني ما افضل. هذا سلوم حق الكوليسترول وضغط الدم، الضغط عفوا. شو رايك بالتونه والسردين المعلب؟ عادي يعتبروا مصادر بروتين. يقال ان التونه ليش المعلبه فيها زئبق عالي، وهذا شوي مو زين على مجرى الدم يقال، بس بشكل عام ما عندك مشكله يعني، ما اشوف في مشكله. أعراض عند البنات اللي تاخذ ستيرويد تيست، ابسط الامور تصير كأنها ريال، صوتها صوت 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 ريال، يطلع لها شعر باماكن غريبه، شنب، لحيه. شوفي عشان تفهمين، بيننا احنا كريايل وبينكم انتو فاصل اللي هو التستوستيرون. انت يتفرزين واحد على ثلاثه بالاميه من اللي يفرزها الريال الطبيعي، فما بالك لما انت تاخذين كميه تستوستيرون اعلى من اللي ياخذها الريال من الريال يفرزها، شنو بيصير فيك؟ ذكرت انا من قبل مريض السكر يقدر ياخذ هرمون، بس لازم يرجع حق طبيبه لانه ممكن تفرق معاه كميه او جرعه الانسولين اللي هو قاعد ياخذها اثناء استخدام الكورسات الهرمون. هذه نقطه مهمه لازم تراعيها. الشغله اللي احنا ننصح انه يوخر عنها المريض اذا كان هو للحين المريض هو الجروث. مكملات تنصح فيها اللاعب الطبيعي؟ الكرياتين والبروتين والمكملات اللي هي الباجة اللي هي مكملات الصحة العامة، غير كذي بري ورك اوت اذا تبي يعني. بالنسبة للمكملات والهرمون بشكل عام، اول شيء يفحص البروستاتا عنده. شنو بعد؟ يهتم بصحته، اذا كان عنده اساسا هيستوري العائله في مشاكل يريد يهتم بهالموضوع، مهم جدا. انت متزوج؟ اي نعم انا متزوج، بس يا اخوي ما ادري هالاسئله شنو علاقتها احنا قاعد، اذا عندك اسئله متعلقه بالرياضه ولا بهالامور تفضل اسال، لكن اسئله شخصيه يا جماعه ما احب اعتذر يعني ما افضل احد. اي نعم، لما تنشف الجسم يبين اكبر لان التفاصيل الجسم تبين اكثر، وبالتالي في اماكن تفضى من الدهون. على سبيل المثال تكويرة الكتف مثلا، ممكن الكتف شوي ينشف فيبين تبين قصة الكتف، وبالتالي لما تشوف من بعيد اللاعب تحس انه كبير وايد. كل ما كان لاعب انشف كل ما بين اكبر. 17 سنة عادي دخل في نادي؟ اي عادي 17 سنة اساسا، انت حتى قبل ال 17 سنة من 15 ولا 16 تدش نادي امورك طيبة حيل، هرمونات جسمك طبيعية بالسماء. شوف هو لا، انا بواقع اني انا بهالمجال مع اللاعبين مو هذا السبب، مو هذا السبب. انا كنت احط لاعبين طبيعيين ما كان يصدق يعني، لما انزل اقول يا جماعه هذا اللاعب طبيعي ما يصدقون انه طبيعي. فهذه المشكله، هذه مو هي السبب، مو هي السبب. المشكله فينا احنا ان انا كلاعب لما اشوف قدامي اثنين بالنادي، واحد طبيعي واحد ياخذ هرمون، اشوف سرعه تغييره وهو ياخذ هرمون، اقول زين انا ليش متعب نفسي اقعد كل هالمده. هذه الطريقه اللي يفكرون فيها الشباب، مو السبب. السبب مو ان المدرب يحط لاعب اللي 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 قاعد يستخدم هرمون. انا احط لاعبين يستخدمون هرمون واحط لاعبين ما يستخدمون هرمون.
ولما اقول هذا ما يستخدم هرمون او اقول ان هذا طبيعي ما حد يصدق، ما حد يصدق. بوتاليا كابتن احمد عسكر هذا يقول لك كابتن احمد عسكر نفس الشيء، لاعب طماع، شنو ما شاف قدامه، لو تحط قدامه لاعب ناشف مشخط من فوق لتحت طبيعي ما راح يصدقك، مستحيل، يمكن من كل خمسة واحد يصدق. فالمشكلة لا مو بالمدرب، المشكلة احيانا باللاعب، لاعب هو اللي يبي. ليش مدربين الاجانب يعطون نسبة بروتين 250 الى 300 جرام بروتين بالوجبة؟ انا اشوف 250 الى 300 جرام بروتين، شوف اولا كل مدرب له طريقته، ومو كل الاجانب للعلم على فكرة، معظم المدربين الاجانب كميات البروتين اللي يحطونها حق اللاعب ترى مو كبيرة، يعني تقريبا نفس الكميات اللي احنا هني نحطها بالوطن العربي، ترى مو بس في بعض الاحيان في مدربين يحطون كميات كبيره جدا من الـ البروتين، لانه ممكن يكون اللاعب مثلا الكارب عنده قليل جدا، اللاعب كتلته العضليه جدا كبيره، فتفرق من مدرب لمدرب يعني. هلا سلوم الحبيبي البلش ابو عبود الملك، اصعب جسم جهزته بحياتي بالضبط. كثر ما يوصل مستوى قوي يقول لك ابي بعد، عمره ما راح يشبع اللاعب، ما يشبع اي شخص يا جماعه بهالمجال وقف على الستيج مره ولا حتى لعب حق نفسه عمره ما راح يقتنع، كل مره يبي يصير احسن. وعلى فكره مو غلط. ايه البلش قاص علينا قاعد ينشف من ورانا ما شاء الله، الوحيد اللي قاضب بالديره، لما الكل يقضب ما لا طماع ويبي كل شيء بسرعه الوصول وصلت الوصول اسهل. صح بدر صح، الفال لنا شو خددنا. بطولات حدي شهر ونص. Can I mix pink Himalayan salt with coffee as a pre-workout؟ اي عادي يا جماعة، البينك هيمالايان سولت لانه وايد انسأل عنه، الملح الوردي ميزته عن الملح العادي ان الملح الوردي يحتوي على 83 تريس منرال، 83 معدن. طريقة استخلاص الملح الوردي من الجبال، من جبال الهيمالايا، ما تدخل فيها اي معادن اي تولز، عشان كذي يحتفظ بكمية المعادن اللي فيه، وبالتالي اللاعب يفضل من وجهة نظري انه يستخدم هالملح عشان يعوض كمية الأملاح والمعادن اللي يعني يخسرها وقت التمرين. وتقدر تخلطها مع القهوة، ما عندك مشكلة عادي، القهوة عبارة عن كافيين بالنهاية، ما عندك مشكلة قبل التمرين عادي، ممكن طيبة بسوي عينك على الطعم هذا ما ادري. والله حياه الله، يبي دش لايف حياه الله، تبي دش انت البلاش حياك الله، اللي يبي دش يا جماعه حياه الله. لاعب طبيعي لا يقدر يتجاوز حده في كتله العضليه، شوف اللاعب الطبيعي تحكمه جيناته، يعني هذه مشكلة الطبيعي. في ناس مرت علي أجسام طبيعية تخرع، يعني أنا نفسي أنا اللي قاعد أجهزه أنا أنصدم من جسمه، شلون يزيد كتلة عضلية، شلون ينشف، شلون كنديشن ماله يخرع. وفي ناس صعبة جدا، في ناس نفس البلش مع الكوبس ومع الشغل ومع الدايت ومع 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 وبالغصب ينشف. البلش ما شاء الله من الأجسام اللي تشم ريحة الأكل تنفجر تكبر، بس تعال نشفة وقني شلون بتنشفة. فأي عندك الـ عندك الـ عندك الـ عندك الجينيتك ليميتيشن عامل مهم وايد. تجرعة الكالسيوم المناسبة، وهل يسوي شاشة عظام إذا ما أخذت الجرعة المناسبة؟ لا شوف، هشاشة عظام إذا عندك نكس، إذا عندك نكس مني أوكي،
لكن غير كذي لا ما عندك مشكلة، مو بالضرورة انك انت تاخذه. واذا كنت راح تاخذه بتكون الجرعة بين 500 و 1500 ملي جرام على مدار اليوم، موزعة مقسمة مو طقة واحدة. صح صح، احنا عندنا مشكلة ان الواحد عباله ان اللي قدامه لما يكون جسمه وايد حلو انه هو فاهم هو شنو قاعد يسوي، مع انه غالبا تلقى وراه مدرب، واذا 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 شفت المدرب اللي وراه ترى عادي يكون جسمه حيل عادي. اطول فترة استخدامك كلين باترول، طول فترة نشافتك الكلين باترول تقدر تشوف، عشان تقدر تستمر بالكلين باترول فترة طويلة وتاخذ منه نتيجة بدون ما تزيد جرعتها بشكل كبير، تقدر انك انت تاخذه بطريقة متقطعة، يعني اخذه مثلا يومين واقطعه يومين، اخذه اسبوع واقطعه اسبوع، بحيث اني انا اقدر اني انا استخدمه فترة طويلة بدال اقعد ازيد جرعاته كل شوي. شنو حل ضعف عضلة الذراع؟ شنو؟ ما فهمت سؤالك يا اخوي، ارجع اكتبه مرة ثانية، ما فهمت للأسف. كابتن هل ممكن اخذ جميع فيتامينات مرة واحدة؟ لا ما افضل، لان في فيتامينات ما تركب مع فيتامينات، في فيتامينات تنافس مع فيتامينات على امتصاصها، فما انصح. لا My next question is how much of salt should I take؟ How much of salt؟ أنا أقول لك الملح الوردي الجرام الواحد فيه تقريبا 35 جرام 35% صوديوم، يعني تحتاج منه باليوم تقدر تقول من 5 إلى 7 جرام، من 5 إلى 7 جرام على مدار اليوم كلاعب حديد. أنا أتكلم على فكرة يا جماعة، لاعب أعوذ بالله، اللي يلعبون مثلا فنون قتاليه، مو فنون قتاليه، يلعبون كره قدم، اللي يلعبون مثلا العدائين، اللي يلعبون سباحه، ترى ممكن يحتاجون كميه صوديوم اعلى منك انت كلاعب حديد للعلم، وكميه كربوهيدرات اعلى منك انت كلاعب حديد. ضعف عضله الذراع كامله تبين الساعد اضعف عن باقي الجسم. ذراع البلش اذا موجود، اقرا اخر سؤال عن حل ضعف عضله الذراع. انا ما فهم، مو قادر افهم السؤال يا اخوي والله للاسف. شنو حل ضعف عضلة الذراع كاملة تبين الساعد أضعف عن باقي الجسم؟ يعني الحين اللي فهمته منك أنت ساعدك أصغر من باقي جسمك، ولا باي وكتراي؟ ما فهمت، أنا آسف ما فهمت. رجلي ما تتحسن، شو أقدر أسوي؟ أقول لك ما تتحسن، أنت تعاملها كعضلة ضعيفة بهالحالة. أولاً تمرين اليول اللي لاحظت أن الأغلبية تمرين اليول ترى عندهم مو قوي، هذا اللي شيء أنا لاحظته مع معظم الشباب اللي عندي، واللي تمرين اليول قوي هوس عليها بزيادة وما يعطيها وقتها للريكفري. وللعلم أحياناً ممكن اللاعب تكون ريلة كبيرة بس عنده زاوية واحدة، غالباً تكون الزاوية الخارجية السويب الخارجي ضعيف أو صغير أو في يبيله شغل، من يتعب على هالموضوع بس يحس ان ريلك كبرت ما فيها شيء. وفي بعض الاحيان الريل فيها سايز وحلوه بس ما فيها عمق عضلي، فشوف وين مشكلتك، شوف شنو نقطه الضعف بالضبط واشتغل عليها. هذه ناحيه او هذه نقطه. النقطه الثانيه تغذيتك يوم تمرين العضله الضعيفه، انت تبي تكون فيك كميه طاقه كافيه انك انت تقدر تؤدي التمرين بشكل قوي، فراح تحتاج انك انت ممكن قبلها مثلا بيوم ترفع سعراتك شوي، ترفع كاربك مثلا، بعدها بيوم ترفع كاربك مثلا، نفس اليوم مثلا ترفع كاربك، ممكن تحتاج تاخذ قبلها بيوم مثلا راحه بحيث انك انت تروح ثاني يوم فرش تقدر انك انت تأدي. اذا بتفتح مثلا ممكن تفتح قبلها بيوم، تفتح قبلها مثلا بالليل ليله او بعدها بنفس اليوم ترفع سعراتك من فتحه كذي يعني. اوكي يعني عضلات ايده مو كبيره شلون يكبرها؟ نفس طريقه نفس الفيديو نفس ما قلت لك. اولا عضله الذراع بشكل عام الباي والتراي الاستشفاء العضلي مالها اسرع من الريول، تمام؟ فتقدر انك انت تلعبها اكثر من مره بالاسبوع، يعني ممكن تلعب مثلا باي يوم ويومين، تراي يوم ويومين، تقدر تسوي كذي عادي ما عندك مشكله، استشفائها العضلي سريع. لا تضغط عليها حيل، خاصة العضلة الصغيرة تبيها تكبر، مو معناته انك انت تبيها تكبر انت تضغط عليها وايد، انت تبي استشفاء، هذه اهم نقطة.
اقوى من ايد ايمن. شو السبب؟ عادي، كلنا عندنا صوب اليمين في عضله اكبر من الثانيه واقوى من الثانيه. حل هالموضوع بسيط، العب تمارين ايسوليشن، اي تمارين مفصوله. يعني تلعب تمرين مثلا، اذا بتلعب تكوير باي، افصل اليمين عن اليسار، العب هذا بروح وهذا بروح. عضلات الجسم الطبيعي اطول مده من اللاعب اللي يستخدمها. بقاء شلون بقاء؟ يعني ما فهمت شنو سبب تخدير كف الايد اليسار خصوصا وقت النوم؟ ممكن تكون نايم عليها. انا يصير فيني كذي، يكون نايم على ايدي ما يوصل احيانا الدم للايد فتخدر عادي. الانسولين والكلايسيميك لود، مره شفتك تقول اهتم في الاكل، الانسولين لود والكلايسيميك لود، بحث عنهم. الجلايسيميك لود هو عبارة عن شنو؟ هو كمية إفراز الجسم للإنسولين في مقابل أكلة معينة. مثلاً العيش قدام ال 100 جرام عيش مثلاً، الإنسولين الجسم يفرز هالكثر إنسولين. قدام مثلاً الشجر، قدام الشجر راح يفرز كمية كبيرة جداً من الإنسولين. هذا بالنسبة للجلايسيميك لود. هذا اللي أنت ما تبي تعطيه، انت تبي تشوف الانسولين لود، يعني كميه افراز الانسولين للوجبه كامله، كربوهيدرات وبروتين وبشكل عام. هذا اللي راح يفرق معك. هذا بشرح بشيء طريقه مبسطه. للتنشيف اقلل الكارب ارفع بروتين. تقلل الكاربك شوي عن اللي تحتاجه، ترفع مجهودك، تزيد الكارديو شوي. مثلا التمرين يصيبها سورنس، يعني ممكن توصل 5 أيام وأنا أحس بسورنس. غالباً راح تلقى هم عندك مشكلة بركبك، صح؟ تحس إن عندك عوار بالركبة. إن غالباً إذا كانت العضلة اللي هي البوستيرير أقوى من الأنتيرير، دائماً يصير كذي إذا في بينهم مفصل. يعني إذا عضلتك الخلفية أقوى من الأمامية، تلقى إن المفصل يكون فيه مشكلة، لشان الضغط يكون كله على المفصل من العضلة الخلفية، لأن أنت في عملية انقباض وانبساط تدخل فيها العضلة الخلفية والأمامية اللي بينهم مفصل، فتلقى إن العضلة هذه أقوى من هذه، فدائما في مشاكل هني. بالحالة أنا لو مكانك أهمل تمرين هذه وأركز على تمرين هذه. كيف ترفع FSH والH في البي سي تي؟ نظم عادي، تستخدم الشغلات اللي تحتاج تستخدمها فترة التنظيم. البريجنيل او الاتش سي جي، الكلوميد، النورفيدكس. شلون والطريقة والجرعات هذه عاد على حسب كولسك وعلى حسب ايش كثر. يعني اذا زيرو عندك بالمرة اف اس اتش ولا اتش، راح تستخدم مدة اطول، طريقة شوي مختلفة، جرعات شوي اعلى. من لو الاف اس اتش والاتش عندك شوي فيهم، يعني مثلا في نسبة معينة قاعد تنفرز بالجسم، مو زيرو اول ذا واي. هل كارديو مهم فترة التنشيف؟ كم مرة تنصح فعله في أسبوع؟ إيه الكارديو مهم فترة التنشيف، مو مع الكل، في ناس ما شاء الله بدون كارديو تنشف، وفي ناس تحتاج تلعب كارديو وايد. يعني أنت بحقك. وكلين باتر مع بعض، ومنو أقوى فيهم اللي حقدون؟ تقدر تأخذ الاثنين مع بعض، إيه ما عادي ما عندك مشكلة. اخذ اي نوع من التريس مينرالز ولا تنصح بنوع معين؟ في نوع اصلا الشركه اسمها تريس مينرالز، هو اسمه تريس مينرالز، هذا النوع وايد قوي. دش اي هرب الحين اكتب تريس مينرالز، راح يطلع لك قوطي لونه ازرق قطرات، هذا قوي. العيش الابيض يعتبر مصدر كربوهيدرات سواء اوف سيزن ولا اون سيزن، ما له شغل. صح، تستخدم يوهمبين في شوف اليوهمبين كنا مقوي جنسي، يعني تقدر تستخدمه كمقوي جنسي، فأي تقدر تستعمله فترة البي سي تي عادي. أنا ما أفضل إني أستخدمه فترة طويلة، أفضل استخدامه يعني 8 إلى 10 أسابيع أول ما يبدي الجسم ينشف. بوست إن إذا خذيت 4 أضعاف الكالسيوم عن المغنيسيوم يسبب هشاشة. أنا للأمانة استغربت معلومة، لأن يعرف إذا فيك نقص تصير. الكالسيوم والمغنيسيوم، انتبه من شغله، انت الكالسيوم والمغنيسيوم يدخلون عندك في عمليه القباض والانبساط، عرفت؟ في بينهم تنافس على بروتين معين يرتبطون فيه، فهمت علي؟ فاذا خذيت كميه من واحد اعلى من الثانيه، راح الجسم راح يستفيد منه اكثر، او الجسم راح
يستخدمه ويهمل الثاني، وبالتالي ممكن يصل فيه شاشة عظام. يعني بالتالي أنت ممكن تلقى أن عندك نقص بالكالسيوم أنك قاعد تستخدم مثلا، فهمت؟ لأن هم يتنافسون على نوع بروتين معين للانقباض والانبساط، فهمت علي؟ أنت ليش تأخذ مغنيسيوم؟ يرتبط مع هالمستقبل، وبالتالي ما يصير فيه انقباض للعضلة هذه، العضلة هذه ترتاح ترتخي وبالتالي تنام، عرفت؟ عشان كذي إحنا نعطيه بعد التمرين أو 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 قبل النوم. لين بوك ما أحب الدرتي بوك أنا. إنه يعمل جسم أحسن من لاعب يأخذ هرمون، ممكن كشيب سيمتري نشافة كونديشن شكل جسم جينات ممكن إيه، بس للحين اللي مروا علي يلعبون كلاسيك طبيعي، كلاسيك مو فيزيك، كلاسيك طبيعي شوية ويوصلون لسايز معين وخلاص ما يزيدون عنه. فكشيب وشكل وسيمتري ممكن، كسايز في ناس على فكرة يأخذون هرمون وسايز بالغصب يزيدون. إذا تمرنت ونقصت 500 سعرة من سعرات المحافظة يطلع لي خواصر، وإذا تمرنت وكليت سعرات المحافظة تروح الخواصر، وش السالفة؟ ممكن الكمية اللي أنت قاعد تنقصها هذه كمية وايد كبيرة، ارتفع عندك الكورتيزول لأن يكون مجهودك وايد عالي على كمية الأكل اللي أنت قاعد تستخدم قاعد تأكلها، الجسم ما يأخذ كفايته في عملية الاستشفاء العضلي. وممكن اساس الكميه اللي انت يعني منزلها ممكن تكون مثلا منزلها غلط، ممكن في اكثر من عامل، بس ان خواصك تزيد وانت قاعد تاكل كميه سعرات حراريه اقل من احتياجك، لا في مشكله، شوف شنو المشكله اللي عندك. متى انهي فتره التنشيف؟ هذا شيء راجع لك، ما ادري متى ما حسيت انك اكتفيت ونشافتك اوكي خلاص. أقدر أعتمد على فقط سيريلاك وكونفليكس وخبز أسمر بالأوف سيزن لأن حجمهم صغير كارب عالي بينهم، لكن المشكلة في يوم الجلايسيميك اندكس عالية. لا تعور راسك بموضوع الجلايسيميك اندكس، توني قايل أنت تحتاج أنك أنت تشوف الإنسولين لود مو الجلايسيميك اندكس. خلي الجلايسيميك اندكس على خليه ولي، لا تعور راسك فيها. السيريلاك قصدك اللي هو الكريم أوف رايس، إيه الكريم أوف رايس يعتبر عيش على فكرة. الكونفليكس والخبز الأسمر هم ما عندك مشكلة، مشكلتك معاهم بالهضم. إذا قاعد يصير في عندك مشاكل في عملية الهضم مني عندك مشكلة. هذيلي مصادر كربوهيدرات، يعني أنت ما راح تأكلهم وتهمل لي مثلاً بروتينك، فلا أنت تحتاج يصير في بالانس، وتحتاج إن الكمية اللي قاعد تأخذها تكون محسوبة وتكون فاهم إن هذا مصدر كربوهيدرات، هذا مصدر بروتين، هذه مصادر دهون. ما عندك مشاكل في الهضم مع هالسوالف لا تبالغ فيها، لا تأكل زيادة عن حاجتك، بس امورك طيبه. لكن الجلايسيميك اندكس لا تعور راسك معه لانه موضوع يعني. هل دخول الانسولين زاد التحدي للاعبين كمال اجسام؟ تقدر تقول. انا مو من محبين استخدام الانسولين على فكره، واذا بستخدمه مو مع الكل وكميه قليله جدا وبحالات معينه ما احبه. قلت ليش ما ترد على سؤالي؟ والله يا اخوي في اسئله وايد قاعد احيانا اطوف في اسئله ما قاعد تطلع لي، في فما عليك اكتب سؤالك اكثر من مره ما يخالف، انا واحد. هل ممكن انشف بدون ما ينزل وزني؟ اي وارد تنشف بدون ما ينزل وزنك. لا تعور يا جماعه، لا تعور راسكم بالميزان. اوقف على الميزان الحين، انزل من الميزان اشرب ماي وقعد اوقف على الميزان مره ثانيه، راح تلقى وزنك صاعد. مو نايم عدل نشفان، بس مو نايم عدل راح تقوم تلقى وزنك زايد، كورتيزولك مرتفع. لا يعني لا يصير ميزانك هو المهم، انت الا اذا كنت انت من الناس اللي تلعب بطولات ولازم في ميزان تصيده، لكن لا يصير ميزانك هو يعني لا ياكل مخك. ممكن اكل فواكه بس بدل الشوفان في فطور؟ الفواكه عباره عن مصادر كربوهيدرات، بس كميه الفواكه اللي راح تاكلها قدام كميه الشوفان وايد. انتبه الشوفان فيه في فايبر مثلا، الشوفان في نسبه قليله من في كميه دهون صحيه بسيطه حيل قليله جدا. انا من الناس اللي ما افضل انك انت تسوي كذي، افضل انك انت تاخذ مثلا الشوفان خاصه اذا كان قبل التمرين، ليش؟ انه هضمه بطيء فيعطيك شوي ما يعطيك انستنت ريليس حق الانرجي، لا يصير ريليس حق الانرجي او استخدامه في انتاج الطاقه يعني كذي باعتدال. لكن بالنهاية هذا كارب وهذا كارب، استخدمه ما عندك مشكلة.
تضخيم 15% فات أو هناك أفضلية لو كانت نسبة الفات أقل. يعني كل ما كانت نسبة الفات مالتك معتدلة، يعني تقدر تقول بين 10 و15، ما عندك مشكلة. أنا أفضل دائما فترة الضخامة أن اللاعب يحافظ على معدته، أنه يكون في معدة ما تروح بالمرة ما يكرش. وياك يا أخوي وياك. كلين باتر الحبوب أو محلول؟ ما مر علي المحلول بالكويت عندنا كلش، فنستخدمها حبوب احنا هني بالكويت، لكن المحلول ما مر علي يعني كلش. او يصير عندي فيها سوء هضم او ما تصير شلون؟ هذه انت تحددها، انت تاكل انت تعرف. كليت مثلا خبز على سبيل المثال، حسيت ان انتفخت بعدها، مو قادر اهضمها، حسيت بالم بمعدتي، حسيت اني مو مرتاح، خلاص ما عندي حساسيه من هالشيء، اوخر عنه. انت تشوف، انت تجرب وتعرف شنو اللي شغال معك شنو اللي مو شغال معك من ناحيه الهضم، شنو اللي قاعد يؤذي هضمك، شنو اللي هضمك، شنو اللي من ناحيه الهضم انت مرتاح وياه. انت اللي تقول، انت اللي تعرف مو انا. يعني انت تجرب وانت تلاحظ. نسبة الفات الحين عندي 23، ادخل سايكل هرمون ولا انطر ينزل لي 15 افضل؟ انا لو مكانك انطر ينزل لي 15 افضل. من وجهة نظري افضل انك انت تستخدم اذا بتستخدم سايكل، يفضل ان السايكل اللي تستخدمه يكون على نسبة دهون اقل. باجي يا جماعة دقيقة ونص ونطلع، اللي عنده شيء، اللي عنده سؤال، اللي هذا يمديك الحين تحطه. هل لازم اخذ في الكوكس ازيد من نوع تستوستيرون؟ لا مو بالضروره، ممكن تستخدم نوع واحد، او اذا لكني انك انت تستخدم نوعين، ممكن تستخدم نوع لونج ونوع شورت. اوكي، لكن ما اشوف انك انت ممكن، يعني ما له داعي انك انت تستخدم نوعين لونج، مثلا سبونيت وتستوستيرون، او مثلا سوستانون وتستوستيرون، ما له داعي. حبيبي سلوم، حبيبي هم ما راح اعطيك وجبه، لا تحاول. ادري ايش تبي، انا عارف انت ايش تبي. باجي دقيقه يا جماعه، اللي عنده شيء، اللي عنده سؤال خليه يكتب الحين. اي والله زهقت من اسئله الهرمونات. اي والله اسئله الهرمونات عندي بال شو اسمه، بالدي ام وايد. نور دبي، ان شاء الله ان شاء الله مروان، ان شاء الله قريب باذن الله. كنت مفكر والله اول 8 بس ما راح اقدر، عندي شغل، بس ان شاء الله. لا ما تحتاج مدرب اذا تغذيتك 100% وقاعد تغير وتتطور، ما له داعي، ما تحتاج مدرب، حق شنو مدرب. وياك يا اخوي وياك. اوكي يا جماعه الحين 10 ثواني ونطلع، فقبل لا يطردنا هذا خلينا نطلع احنا. يعطيكم العافية، وإن شاء الله نكون ما قصرنا، ومتى ما فضيت أرجع أطلع لايف مرة ثانية. السلام عليكم.